عشرين يوم حسي. كيني صباح الخير ماما يقون صباح الخير ماما اتيتي اتيتي كافي نوم يلا اللهم صلي على محمد وعلي محمد السلام عليكم شلونكم متابعيني شخوركم يا ربي تكونون مليون ألف ألف خير مشتاقة لكم ورجعت وياكم الفيديو إن شاء الله ينال من إعجابكم ورضاكم وهذا الفيديو مثل ما جاي تشوفونه وأخيرا وأخيرا الفيديو المنتظر اللي هواي هواي تعتفون عليه وتردون شوفون يقونة وأخيرا ظهرت لكم يقونة بالفيديو يلا يلا إذا تحبون يقونة متحمسين بشوفتها وهذه يقونة متحمسين بشوفتها وتبون دائما تستمروا وياكم بالفيديوهات صعدوا هذه الفيديوهات أكثر عدد من اللايكات إذا تقدرون يعني إذا تخلون لمسة وضغطة لايك ما راح تأثر عليكم وهنا يقونة طلعتها بالشمس حتى شنو حتى أقرب أظافر مالاتها فدائما أختار بتقريض الأظافر اختار يوم الجمعة لو يوم الخميس احسه وقت كلش مناسب وهم مات بعد الغداء طلعها بالشميسة حتى الشميسة يشوفها وشوية عظامها زين الها الشمس حتى ما يصير عندها تلين بالعظام او كساح الله لا يقولها بس هي شوف الشمس شلونكم شخباركم اذا شاهدون الفيديو لا تنسون اهم شي شو تسوون تضغطون لايك لايك حتى يصعد الفيديو حتى دائما تطلع يعني يقين ولا تنسون الانستا دائما همات اطلعها يعني يوم يوم يخلي لها حالات وهمات بمناسبة اول ظهور اليقونة حبيت شنو بنفس الوقت طبعا اني هذا الجو اللي يخبر شوفون الخضار والشمس الحلوة وهاي يقونة يلا قلونا شنو رايكم بيها انا آه، عندي عسل عسل حامض عسل حامض <applause> اه العفو العفو يعني. آه، يلا يلا يوب يوب فاحب انبه البنات اللي يسوون هاي الحركات يعني يقرضون ظافر يديرون بالهم اذا ما سيطرون بنات بالتقريض دائما اختاروا لهم يمته بالوقت اللي هم نايمين بيه إذا أسلون قد عمر يقين يقين قبطة سبعة شهور حاليا هي داخلة بالشهر الثامن ها يقونة ضايجة وتريد تلعب بس شنو ها وبنفس الوقت أخذتكم وياي فرة حلوة يعني طلع حلوة وحبيت أصور لكم هسه إحنا على طريق النجف كربلاء يعني مو رايحين للنجف لا رايحين الكربلاء بس على طريق النجف شوفوا ترتيب شوارع قناة كربلاء أرد أقول محافظة كربلاء جد حلوة ونظيفة ومرتبة يعني ما شاء الله شون معتنين بيها ومطورين هواي هواي شغلات فبنفس الوقت يعني أنا صارت عندي شغلة ما أقول لكم رايحة أشتري وشي لا صارت عندي شغلة وبنفس الوقت هواي بنات وأخوات ويانا يعني ما يطلعون هواية وما يعرفون ولا شايفين يعني فأنا راح أخذكم وياي يعني فر همات هم وندخل على المولات وعلى اسواق ومن هاي الشغلات الحلوة همات هم ويانا يعني بطريقنا بشغلتنا إن شاء الله هي مقضية فهمات راح ندخل المول والمجمعات وراح تشوفونها هسه تجي وحده تقول خبصتينا بالهول ما ادري المول اي والله من حقك صدق خبصتك وهسه احنا طبعا عندنا شغل بشارع السناتر مال كربلة وبنفس الوقت دخلنا المجمعات السناتر اللي هي تخبل عبارة عن شي كلش حلو يعني حيل حيل حلوات بس شنو اسعارهم خيالية اه الا اسعار ما تسوى لان كل شي صاير تخفيضات مو طبيعية بنات تحسون بكل شي صاير تخفيضات يعني هواي هواي يعني كل البضائع منزلين عليها تخفيضات يعني قبل نهاية السنة تخفيضات كل شوية بس المجمعات ما أدري ليش تبقى غالية يمكن لأن ماركة أو شي فمثل ما شفون هاي تكرمون الأحذية كلش حلوة بس يعني أسعارها خيالية أه وأنا قلت لكم يعني ما اشترينا شي لأن إحنا جايين بشغلة وبنفس الوقت صار عندنا وقت فدخلنا حتى أصور لكم وحتى يشوفون هماته وبالنسبة للبنات اللي يقولن أم اه يقين أنا زوجي ما يطلع ويصرف علي وما يطلعني وياه هواي ومن أطلع وريدة أشتري ما يخليني أو ما يقبل فأني نصيحتي لك يا خيتي مثلا قلي له مرة اثنين وتعالي إله بأسلوب حلو وأسلوب هادئ ودائما دائما أنصح بالمرأة أنه تراعي زوجها مثلا مو تطلعين انتي مثلا اليوم وياه وتعرفين هو زوجش, زوجش ما عنده يعني تهلسينه تهلس بالفلوس اريد هذا اريد هذا اريد هذا دائما خليك متفاهمة وياه اه مثل ما نقول دائما راعي راعي احتمال هو ما عنده احتمال عائلتكم محتاجة فلا تهلكين نفسك وتهلكينه هو اه رب البيت وبالعائلة تهلكينه لأن إذا هلكتي بالمصروف جيب 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 وانت احتمال الشغلات ما تردينها وأنتي تقوليله نزل 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 اولا راح هو يضعف راح العائلة تضعف راح انت تضعف فدائما دائما خليش تختارين الشغلات اللي انت محتاجتها اللي انت تردينها اللي انت ضرورية اللي يعني تردينها تحتاجينها فاخذيها دائما الشغلة اللي ما تردينها انا ما اقلت يعني المرأة هواي تحتاج امور هواي تحتاج شغلات بس شنو اكو شغلات ضرورية انه تاخذينها واكو شغلات مو لازم تاخذينها يعني مثلا تاخذين شي باهر وغالي مناسبة او شي تلبسينه لبسة وحدة وتخلينه مصفط بالكنتور هذا الشي ابد مو حلو طبعا انا تعلمت من هاي التجربة شنو أخذ ملابس حلوة هاي البسها مرة بالمناسبة بعد شنو تظل بالكنتور فبعد ابد ما اسوي هاي السواية اشتري الشغلة الحلوة مرتبة وناسكة وسعرها مناسب بنفس الوقت وكون أنا ألبسها مرة واثنين كون مو مرة واحدة وأعوفها بعد ما ألبسها فشوف هاي الاكسسوارات قد حلوة وناسكة ومرتبة وعجبني هذا الزنجيل وهو شغلات عندهم حلوة طبعا هو هذا الأغلبية كريستال وذهب البرازيلي وهسه شو تقولين يعني من حق المرأة تراعي زوجها لو لا والله إذا عنده ما اقل راعي صرف 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 <applause> لا والله بس بهذا الوقت يعني الفلوس تراد يعني ما نعرف الدنيا ايش ما بيها ويعني شو البلد ما ادري من دارك يعني يوم رواتب يوم ماكو فواحد احسن شيء ضم له فلس فلسين الجو ايده حتى نشوف السنه الجديده شنو جايبه لنا ان شاء الله سنه خير يا رب علينا وليكم على العراق والعالم اجمع امين يا رب العالمين طبعا مجمعات السناتر شنية كلها طوابق طوابق راح نطلع من هذا المجمع ندخل المجمع ثاني شو ما سألتوا يقولون وينها <applause> أكيد يقونة شايلينها ويانا وهسا احنا شنو راح نطلع من هذا الطابق ونصعد للطابق الثالث يعني شنو طابق الثالث مخلينا للأطفال خاص طبعا هذا المجمع هو متكون من ثلاث طوابق هو بي مصعد بس بعدين بالنهاية احنا نزلنا من المصعد بس صعدنا لا صعدنا بالدرج فقلنا لازم نشوف يعني هم اشوف وهم اصور بيها ولاياها الطابق مع الاطفال هذا وصلنا الطابق الثاني اللي هو ولادي وخاصة الرياضة مال الولاديين يعني مستلزمات الرياضة أحذية وملابس ومن هالسوالف هاي فهاي هنا صعدنا للطابق اللي هو مات الأطفال وهذا قسم الأطفال وجمالهم شوف هاي كلش حلوات حتى بيهم يعني على قد يقونة أقماشن حلو وفروتهم حلوة وناعمة هم مات بنفس الوقت هاي تراكات اه بنات انا متأكدة هاي يعني الاغلبية شايفين بشارع الجمهورية من الداخلين شنو الرخص الرخص فضاعة يعني فضاعة يعني كلش رخص مو طبيعي بشارع الجمهورية اكثر شي خاف بنات محافظات يجون الكربله وما يندلون منين يعني يسوقون او ياخذون صوغات روح الشارع الجمهورية الرخص بيه كلش يعني واسعارهم كلش مناسبة اذا تشترين من شارع الجمهورية طبعا البنات مثل ما قلت لكم اكثر من مجمع طبعاً وهو شارع يعني هذا مال السناتر شارع ومخلين مجمع وصف مجمع وكل مجمعاتهم هي طوابق وهذا قسم الملابس النسائيه هاي بنطرونات هنا ويعني هذا مجمع ثاني بس شنو يعني هذا مو طوابق مسوين اقسام اقسام وعندنا هذا من للاطفال شنو السمعون عتيق للبيع ويقولون <applause> ليش ما تسوون ستوريات يعني فعلا دهوب والعتيق العتيق وبالخضروات اسمع خبز يابس للبيع من عده يعونها بالعمل خليت بصمته تطلع بال... بالفيديو هذا ما شاء الله أهل العتيقة المسواق، أهل المسواق يفترون يعني لباب رزقهم وكثرانين بكثرة مو طبيعية هنا ما تقسم الاكسسوارات مخلينهن شنو هي يعني مجمع بصف مجمع وهنا بلش الفيديو مالتنا ينتهي فإذا بعدكم تشاهدون هذا الفيديو خلوا لايك اشتركوا بالقناة اريد احكي لكم شغلة شايفين ونصعدون الصعدون بالمصعد شو صير بيكم خاصة من ينزل المصعد ايش تحسين روحتها ها اها ترون اني آه ما اصعد ابد بالمصاعد يعني خوف الصر عندي بس هسه لا صار ان شاء عادية مرة صعدنا مصعد وطفت الكهرباء وصارت اظلم يعني ظلام مو طبيعي وقفوا المصعد هنا بس شنو يعني بس هي بسرعه اجت الكهرباء فصدق بيها من عندها وخفت بس هسه لا صار اشياء عاديه وهنا انا منتظره حتى ننزل انتظرنا حتى ننزل بالمصعد وراح تطلع لكم يقونه يقونه صافنا شنو هاي وين انا اليوم شوف طنقره دنقله ذني حبابي بيها ما ادري بقايات ما ادري شنو مقرصاتها شوفوا الوجه يا ربي uh, <تضحك> وهنا بنات وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى هذا الفيديو عجبكم لا تنسونا اللايك والاشتراك ومع ألف ألف سلامة انتظرونا فيديو جديد إن شاء الله عن قريب همات أنزل لكم فيديوهات وباي باي